هيثم، ليفربول فاز والسيتي مضغوط عشان لازم يفوز ويكون المسافة نفسها المسافة. نعم طبعا حتى بفوز ليفربول يعني ما زال السيتي هو المصدر متصدر. رغم تخلفه بمباراه بفارق الاهداف، لكن انا داير اقول انه متعه الدوري الانجليزي الحمد لله للنهايه، احنا دايرين كده، دايرين الضغط يكون متواصل. ليفربول فعلا زي ما قال كابتن او استاذ بابكر دخل نفسه في حته ضيقه في مباراه توتنهام، لكن توتنهام برضه فريق ما كان سهل، يعني توتنهام كان بيعاين لبرضه الادوار بتاعت الشامبيونز ليج. الليله البيب جوارديولا ما حيخطئ، لانه يمكن هو يشوف نفسه اخطا في الشامبيونز ليج بحالات عمله كده، فهو تاني ما حيخطئ لانه قدامه البطوله دي فقط. ليفربول برضو عنده بطوله للتعويض يوم السبت الجاي، نهائي ويمبلي مع تشيلسي، نهائي كاس الاتحاد الانجليزي. فيعني يمكن ليفربول عنده شويه موازنات تبقى له كويسه، بس ما زال هو ضاغط على السيتي. انا داير اقول حاجه اذا سمحتوا لي، اشاده كبيره بالكابتن ساديو ماني. يعني صراحه ده بقى لاعب على اعلى مستوى، لاعب ممكن يخش بالندور باسهل ما يكون، لاعب مدي كريدت لليفربول في المباريات الاخيره بطريقه اكثر من رائعه يعني. فنشيد بساديو ماني، في النهايه لاعبنا افريقي ولاعب يعني رائع جدا.